أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه. صح شبتكم وربي يتقبل. نحب نقول لإخوتي وأنه من الأمراض اللي نعاني فيها في مجتمعنا التونسي مرض الغشاء، مرض العمل غير المتقن، مرض العمل اللي يجعل كل واحد يقوم بخدمة يقوم بها منقوصة، وشوية من حنة وشوية مرتبط ليدي. أما لانعدام الكفاءة، الناس تتصور أن الصنايع هي صنعة اللي ما عنده صنعة، اللي ما نجحش في الدراسة يولي يخدم القلم الفلاني وما يتعلموش على ما ليه، ولذلك خنفس دنفس بات متعش، واللي يصدر منه هذاك هو اللي يلزم نقبلوه. وفما نوع آخر يعرف قانون الصنعة لكنها ما عندهاش قيمة بالنسبة لي، ما يغيرش عليها، ما يغيرش على صنعته، ولذلك يخرج المنتوج متاعه من يده بمجرد ما تشيل من عنده الصباط، يكفي باش تحط ساقك في أول قلتة متاع ماء، اشطر تخليه اللوطة واشطر يمشي معك. قال شنو هكا؟ قلبو ماركاتو، هذا كان موجود يبيض لك ضربة في الشرق وضربة في الغرب، ومن بعد وقت اللي تحل عينيك وتزرق الشمس تشوفوا ألوان يا كريمة. إذا كان صلح لك تلفزة ولا صلح لك كمبيوتر السبت والحد، ونهاية الاثنين ترجع في الصف تقف مع الناس. الوضع هذا وضع لمصلحة من؟ يا أخي هو صنايعي والتاجر يفكر في الربح القريب؟ معناه باش يربح هكذا الأربع صور دي باش ياخذهم، باش يحلك 10,000 زايدين ولا 5,000 زايدين. أي ومن بعد؟ ماك باش تخسر حليف، وباش تخسر سمعتك، وأمتك باش تخسر، وأنت باش تخسر. شوفوا التجار في العالم اللي وانتم ما كنتوش ناقصين، الناس التجار اللي بالمنجد ولا دولاب الدنيا ما بين يديهم، يفكروا في مستقبل الايام، يفكروا في ربح حريف وفي احسان الصنعه. راو احسان الصنعه فضلا عن كونه عباده هو وطنيه واحترام للذات واحترام للمواطن وتحليل للفرنك. قال وذكر الرجل أشعث أغبر في الحديث، هكا حديث صحيح، وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يقول يا رب يا رب، ومأكله من حرام وملبسه من حرام وغذي من حرام، فأنا يستجاب له. لا توا ربي يستجيب لك، ربي ينجح لأولادي ويحفظني في مرتي ويعطيني الوقت الطيب ويعاوني، وأنا كل واحد خدم معايا صنعة إلا وضيعت له حقه واعتديت عليه، زعم ربي قبل مني. ولذلك نقول قوام المجتمع هي الثقة والأمانة المتبادلة بين أفراده. وإذا كان نوليه الصنايعي ما عاش نأمنوه، ما عاش يأمننا، هو يخدم لنا خدمة ناقصة وإحنا ما نخلصوهش في الأجرة متاعه وما نعطيهوش عرقه، الأمة تعيش حالة فوضى وانقضاض بعضها على بعض. هي الثورات علاش قامت؟ ما قامت على استفحال قلة الدين وقلة المعروف في المعاملة بين الناس. وقت اللي تولي هذاك الأسلوب الوحيد للتعامل، تولي الناس تكره بعضها، وفي وقت من الأوقات تهز صدلات على بعضها. رمضان باش يعلمنا وأن من أركان العبادة هي ذلك السلوك اليومي الذي فيه الإتقان. إن الله أمرنا إذا ذبحنا أن نحسن الذبحة، وإذا قتلنا أن نحسن القتلة. إذا كان الذبح ربي أمرنا فيه بالإحسان، فما ظننا بالإحسان في شغلنا، في عملنا، في إتقان عملنا، ونحن أمة الإحسان. أخوتي الكرام، لا تنسوا أن رمضان علمنا أن الصنع الذي نقدمه يكون قائم على مواصفات معلومة، ولذلك إذا كان باش تنقص مواصفة من المواصفات أشعرني، معناه أنا جاي باش نشي من عندك بقلاوة متاع العيد، ولا باش نشي من عندك كعك، ولا باش نشي من عندك حاجة تتاكل، قل لي هذه راني صلعتها باللوز ولا راني صلعتها بريحة اللوز، حطيت فيها البابة وصبيت عليها ريحة اللوز، تشم ريحة اللوز لكن تاكل في البابة. الواش باش تحلل في لساتك، وانا ما نكونش تغشيت. يا اخواني الكرام، الامة اللي تغش هي ليست من امة محمد، من غشنا فليس منا. ولذلك اتقان العمل ووضوح المعاملة هو شكل أساسي من أشكال الإيمان، والله تعبدنا بذلك. ربي يتقبل وربي يتوب علينا وينحي من يدينا ومن عقولنا الأمور الخامجة،
وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.